لسه العدد قليل، 7 بس اللي حاضرين. بلغتهم يا دكتور. طيب اوكي، انا ابتديت التسجيل. زي ما تعودنا احنا بنعمل كويك ريفيو على اخر حاجة اتكلمنا عليها، ودي طبعا كانت الكومبريسيبل فلويد فلو. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الفاريبل كروس سكشن اريا، لو حصل ان عدى فيها سبسونيك فلو او سوبر سونيك فلو، طبعا كان في تغيير جذري، في تغيير جذري في خاص بالسرعة. السبسونيك فلو الشكل ده كنا عارفين ان هو نازل، لما بيعدي فيه الفلويد سرعته بتزيد. الكلام ده فاليد للليكويد والجاس، يعني معنى الكلام ده انه الكومبريسيبل فلويد بيعامل كما لو كان انكومبريسيبل للسبسونيك. لكن اذا حصل وكان الكومبريسيبل فلويد اللي داخل ده الماخ نمبر بتاعته اتليست 1، في كونديشن معين بيخلي الكروس سكشن اريا لما تزيد تزود السرعه، ودي سميناها السوبر سونيك نوزل. نتيجه للكونكلوجن ده او للكاركترستكس الغريبه دي، اوجدنا ما يسمى بالكونفرجن دايفرجنت نوزل او السوبر سونيك نوزل، وهي عباره عن مجموع الاثنين دول، السبسونيك نوزل بلس السوبر سونيك نوزل. السبسونيك نوزل دي بتسبلاي فلويد اتليست الماك نمبر بتاعه بيساوي 1 عند الاكزيت. السوبر سونيك بارت بياخد الماك نمبر 1 ده وبيزود سرعته اكتر عن طريق كروس سكشن اريا بتزيد. الابليكيشن دي عشان تحصل قلنا انه لازم يبقى في ديزاين بوينت معينه. كان من اهم الحاجات اللي اتكلمنا عليها انه لنفس الكروس سكشن اريا اي كان جيت تو ماخ نمبرز، ماخ نمبر سبسونيك وماخ نمبر تاني سوبر سونيك، وده طبعا نتيجه للجيومتري، نتيجه للاستنتاج او اللي وصلنا له من شويه ده اللي انا قلت عليه، انه لنفس الكروس سكشن اريا او عندي اريا زي بعض سبسونيك وسوبر سونيك فلو ممكن يحصل خلال الكروس سكشن اريا دي. وهي دي نتيجه حل الايكويشن دي فور ذا سيم كروس سكشن اريا ريشيو بين الثروت واي سكشن من دول. هنفترض انه دي 1 لـ5، اوكي، ودي كمان 5. لما نيجي نحل المعادله دي هلاقي ان ليها حلين. طبعا دي ما بتتحلش لينير لانه دي مش لينير ايكويشن، دي بتتحل ترايل اند ايرور. في تيبلز طبعا بتطلع لنا الحاجات دي، ممكن ابديها لكم التيبلز دي بس لما نحتاج ان احنا نستخدمها، بنستخدم الايكويشن دي وقت لما نحتاج نستخدمها. لكن other than that احنا بنعمل trial and error عشان نقدر نطلع قيمة التو ماخ نمبرز دول. بعد كده اتكلمنا على الكاركترستكس بتاعت ما يسمى بالconvergent nozzle. الconvergent nozzle هي النوزل اللي بتبقى تقدر تخرج لي maximum sonic flow، ما تقدرش تزود عن السونيك فلو. سرعة في الإكزت بتكون أو ممكن توصل للسونيك سبيد. وشوفنا الكاركترستكس بتاعت النوزل دي. وبعد كده بس كان في حاجة مهمة اتكلمنا عليها في النوزل دي، إذا حصل
انه كان الماك نمبر في الاكزيت بواحد، النوزل دي كنا بنسميها ايه؟ كان ليها اسم مميز، حد فاكر؟ شوكد نوزل، سونيك، بالظبط كده، شوكد نوزل، كنا بنسميها تشوكد نوزل. تشوكد نوزل لما نشوف الكلمة دي، تشوكد نوزل دي لما نشوفها، دي معناها إنه الماخ نمبر في المينيمم كروس سكشن اريا، سواء دي أو التانية الكبيرة، المينيمم كروس سكشن اريا عنده ماخ نمبر بواحد، وإيه كمان؟ والإم دوت إز ماكسيموم، إم دوت ما ينفعش تزيد عن كده. طبعا قيمة الإم دوت الماكسيموم دي كان في إيكويشن بنحسبها منها اللي هي دي، أوكي؟ أو ممكن نحسبها من معادلة الإم دوت العادية جدا، رو إي في بي على ار تي في الاريا في الماخ نمبر في سكوير روت كي ار تي. اتكلمنا على النوزل الثانيه، وقلنا النوزل دي الكاركترستكس بتاعتها طبعا فيري كومبليكيتد، ولكن اختصرناها في ثلاث نقط، ثلاث حالات. رقم واحد، لما يكون الباك بريشر هو البي اف، البي اف ريلاتيف للبي نوت، هذه الديزاين كونديشن، هذه الحاله اللي بيخرج فيها السوبر سونيك فلو. الحاله الثانيه اللي هي حاله لما تكون النوزل دي تشوكت، يعني الماخ نمبر عند الثروت بواحد، ولكن الجزء الثاني بيتصرف كديفيوزر، الضغط فيه بيزيد. طبعا دي اوف ديزاين كونديشن، بس دي بتطلع او مهمه ليه؟ ليه بنعمل شكل الفورك اللي بالمنظر ده كده؟ في لما نيجي حد يسالنا ايه هي الكاركترستكس بتاعه النوزل، بنعملها لانه النقطه الثانيه اللي هي الضغط سي ده مرتبط بالضغط اي، الاثنين دول مرتبطين مع بعض عن طريق الجراف اللي انا كنت لسه رسمه من شويه ده، اهو النقطتين دول هم ناتج او قيمه الماخ نمبر اللي بتطلع عن طريق كروس سكشن اريا ريشيو معينه، عند 2، عند 3، عند 1.5، عند 2.5، بيطلع لي حلين للايكويشن. الحلين واحد منهم سبسونيك اللي هو الضغط سي، والتاني سوبرسونيك اللي هو الضغط اي، ده الضغط ضغط اف سوري، ده اللي هو الديزاين كونديشن. الحاله الثالثه لما حصل نورمال شوك ويف، هي دي الكاركترستكس بتاعه النوزل. الحاله الثالثه اللي يحصل فيها نورمال شوك ويف عند الاكزيت سيكشن، ده لما يكون الباك بريشر بقيمه البي دي. وعرفنا ازاي نطلع قيمه الثلاثه بريشرز دول، بحيث ان انا لما اعرفهم اقدر احدد ايه اللي بيحصل بالظبط داخل النوزل. لو افترضت ان الاستجنيشن بريشر 10، وجيت حسبت الضغوط الثلاثه دول، ده بي دي طبعا، البي سي ده كان مثلا 7 بار، البي دي ده كان 5 بار، البي اف ده كان 3 بار، 1 2 3، بين السبعه والعشره لو حصل ان الباك بريشر كان في المنطقه دي، النوزل دي هتتصرف في الاول كنوزل، وفي السكشن الثاني هتتصرف كديفيوزر. تحت الثلاثه بيحصل عمليه سميناها ايه؟ ايه اللي يحصل لما الاكزيت بريشر او لما الجاس يخرج بضغط عالي في مكان كبير ضغطه منخفض؟ اسمها ايه؟ حد فاكر؟
كافيتيشن؟ لا اسمها اندر اكسبانجن. وبالمثل بيحصل ما يسمى بالاوفر اكسبانشن في الرينج من 3 ل 5. بين السبعة والخمسة بيحصل نورمال شوك ويف داخل جسم النوزل. طبعا بين السبعة والخمسة دي منطقة عايزين نبعد عنها، مش عايزين نقرب لها. عشان كده بقول لكم انه التلات ارقام اللي بالنسبة للعشر دول مهمين. انا يهمني الرينج، ان انا اطلع الضغط ده بي سي، ان انا اطلع البي دي. الاثنين دول بالذات ما تلعبش في المنطقة بتاعتهم دي خالص. ليه؟ بيحصل نورمال شوك ويف، وبيحصل نورمال شوك ويف دي هي irreversible compression process غير مرغوب فيها، بتدمر البروسس، بتدمر الاكسبانشن، وقد يحدث فيلير للنوزل، للماتيريال بتاع النوزل كمان بسبب. عشان كده التلاتة دول مهمين. عشان كده واحد ده الديزاين كونديشن، اتنين ده نتيجة نفس الكروس سكشن اريا ريشيو بيطلع حلين، تلاتة سوري ده اللي هو تلاتة بي اي ده اللي هو بيمثل النورمال شوك ويف عند الاكزيت. بين الاتنين دول ابعد، ما تلعبش في الحتة دي خالص. عشان كده التلات ارقام دول احنا قلنا عليهم مهمين جدا. وكان في الكاركترستكس بتاعت النوزل بتاعت النورمال شوك ويف، ان زي ما قلت ان هي irreversible compression process بيحصل فيها على الرغم من زيادة الاستاتيك بريشر، ده كومبريشن، الاستاجنيشن بريشر بيقل. دي كانت كاركترستيك مهمة في الشوك ويف. اهو الضغط بيزيد، الاستاجنيشن بيقل، السرعة بتقل، المخ بيقل، درجة الحرارة بتزيد، مفيش هيت ترانسفير بيحصل، يبقى معنى كده ان الاستجنيشن تمبريتشر ثابتة، الكثافة والانتروبي طبعا بيزيد. ده كان ملخص لي اللي اتكلمنا عليه قبل كده. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد، وهو الفلو اوفر اميرسد بودي. لو عملنا سمري سريع كده لغاية دلوقتي احنا درسنا ايه؟ الفلو ديستاتيكس ده كان اول جزء اتكلمنا عليه. بعد كده في الفلو داينامكس اتكلمنا على اتكلمنا على الكومبريسيبل فلو، والنهارده هنتكلم على الفلو اوفر اميرسد بودي. ده نوع مختلف تماما من انواع الفلو. المرة اللي جاية هنتكلم على نوع في منتهى الأهمية اللي هو الفلو انكلوزد كوندويتس، الفيسكاس فلو اندكتس، زي مثلا المية لما بتمشي في البايب، الاير لما يمشي في الدكتس. الفلويد بيبقى محدد من جميع الاتجاهات، ده اللي اسمه الفيسكاس فلو اندكتس. طيب الثلاثة دول بالذات هم الابليكيشنز بتاعت الفلويد، في بتكون مرتبطة بواحد من الثلاثة معظم الابليكيشنز. بس في فلو تايبس زيهم او زيادة عنهم، زي مثلا الـ open channel flow
سريان نهر النيل من السد العالي للبحر المتوسط. المياه بتبقى محددة من جميع الاتجاهات ولكن مفتوحة من اتجاه واحد اللي هو السطح. Open Channel Flow. Unbounded Flow. Spray. لما تحصل عملية تزرير أو عملية Atomization للليكويد يبقى في عندي Fluid Particles بتتحرك randomly في الهواء وبحرية بدون أي restriction عليها. لكن الثلاثة دول هم الأهم. لا جديد. لو لاحظتوا ان في الثلاثة دول كنا بنستخدم ايه اوها. احنا طبعا اتكلمنا على الكمبريسبل بس لغاية دلوقتي. ولكن في الفلو كمان اوفر اميرسد بودي، في الفيسكاس فلو اندكتس، في الاوبن شانل فلو، في الانباوندد فلو، الكلام الثلاثة دول وغيرهم بيعتمدوا على استخدام الكونزرفيشن اوف ماس برينسيبل، The conservation of momentum principle وال conservation of energy. عشان كده دول هما يمكن اللي درسناهم أول حاجة في fluid dynamics، وعرفنا إنه السيت اب بتاعهم من رينولدن ترانسبورت ثيري، وهي نظرية رياضية واحدة. طيب النهاردة هنتكلم على مقدمة على الفلو اوفر اميرسد بودي. هنعرف يعني ايه ليفت اند دراج. اي جسم بيعدي عليه فلويد او بيتحرك داخل الفلويد لازم تتوجد عليه تو فورسز بنسميهم ليفت اند دراج. هنتعرف على ما معنى الفريكشن دراج والبريشر دراج، وهنشوف ظاهره اسمها flow separation بتحصل في النوع ده من انواع الفلو. وهنتكلم على الباوندري لاير هنا بالتفصيل، معناها ايه، يعني ايه باوندري لاير، وايه هي الظاهره الفيزيائيه الخطيره جدا اللي اسمها باوندري لاير دي لما الفلويد بيتحرك على سطح سهل دراسته زي الفلات بليت. في البداية خالص الأجسام المغمورة دي زي بالظبط حركة العربية في الهواء، ده جسم مغمور، حركة الطيارة، الكورة، البني آدم وهو بيمشي أو بيجري، الغواصة في المية، applications كتيرة جدا. As long as إن الهواء ده global sink موجود في كل مكان، أي حاجة بتتحرك فيه فهي الفيزيكس بتاعتها هو الكلام اللي بنقوله ده. بس إحنا هنعمل حاجة للتسهيل. لما يكون عندي object بيتحرك بسرعة P أو U خلال ميديا ساكنة سرعتها بصفر، هواء أو مية طبعا، لو جمعنا في الاتجاه ده على الاثنين دول ال U يبقى عندي ال object كما لو كان ساكن والهواء بيتحرك عليه بسرعة U. طب انا بعمل كده ليه؟ الاثنين زي بعض بالظبط، بس انا بعمل كده عشان اثبت الكنترول فوليوم اللي انا عايز ادرسه اللي هو طبعا الاوبجكت. عايز اشوف الهواء هنا بيحصل بيعمل الانتر اكشن بينه وبين الجسم شكله عامل ازاي. مش هقعد اجري وراه، ده كنترول فوليوم صحيح وممكن ندرسه صحيح بس لازم اجري معاه، لا انا عايز اثبته بنعمل الحركه دي. فلما نيجي نشوف رسمه بالمنظر ده كده ولاقي انه في فلويد بيعدي بسرعه يو، ده مش معناه انه الهواء اللي بيتحرك، لا الجسم ده هو اللي بيتحرك. بالمناسبه الشكل اللي احنا شايفينه ده اسمه ايرفويل،
الايروفول ده هو عبارة عن الكروس سكشن اريا بتاع جناح الطيارة. لو قطعنا جناح الطيارة كده وبصينا من الجنب هلاقي الشكل ده عبارة عن ما يسمى بالايروفول. هو شكل اقترحته ناسا وكالة الفضاء الأمريكية لأنه ليه مميزات خطيرة جدا. أولا لما الهواء بيعدي عليه بيولد كمية دفع للأعلى، دي بنسميها lift force، lift كبيرة مقارنة بمقاومة الهواء عليه اللي هي الدراج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تحسب للإيروفويل الليفت أوفر دراج اختصاراً هنسميهم أو هنرمز ليهم بالرمز L ودي، ده بتكون ماكسيمم، بيديني أعلى قوة دفع للأعلى مقارنة بالمقاومة بتاعة الهواء في اتجاه الفلو. الكلام ده معناه انه اي جسم مغمور بيتحرك في ميديا في فلويد لازم هيتولد عليه ليفت ودراج. بس في ابلكيشنز بيبقى فيها الليفت غير مرغوب فيه، زي مثلا حاله العربيه. العربيه او الجسم المغمور اللي هو العربيه ده لما بيتحرك انا مش عايزه يسيب الارض. الطياره العكس، انا عايز ارفعها لفوق. يمكن عشان كده لما العربية بتتحرك بسرعة كبيرة الليفت عشان بيبقى كبير بتبقى العربية خفيفة، بتحس أو بيتقال عليها إنها خفيفة. هي وفي الحقيقة إن ليها وزن ثابت، بس اللي بيحصل إنه الفورس اللي الفوق الدراء اللي هي الليفت فورس بتزيد، فبقى النت فورس اللي بتضغط على العربية دي ناحية الأرض بتقل، التراكشن بتاع العربية بيقل. زمان ما كانوش بيهتموا بما يسمى بالإيروداينامكس بتاعت العربية. أول ما اخترعوا العربية لا، ده هم كانوا بيهتموا بالتفاصيل الميكانيكية لتوصيل أو عشان يوصلوا الورك من الخارج من المحرك الاحتراق الداخلي ده للعجل عشان يخلي العربية تجري. لكن إيروداينامكس زي ما انتوا شايفين كده كانت عربية شكلها مبعجر، كان مفيش حاجة اسمها إيروداينامكس. عشان كده العربيات دي عشان توصل ل 60 ميل بير اور اللي هي 100 كيلومتر في الساعة كانت محتاجة محرك على سبيل المثال 70 حصان. دلوقتي مع الاهتمام بحركة الهواء على الجسم عشان الناس أو مصنعين العربيات أصبحوا بيهتموا بتدفق الهواء على الجسم، عايزين يخلوا المقاومة بتاعته أقل ما يمكن. من هنا جه الايروداينامكس ساينس. اصبحت ال 100 كيلومتر في الساعه بقدر احصل عليها دلوقتي بمحرك قدرته 50 حصان، محرك اصغر. في الحقيقه في الحاله دي انه المحرك اللي موجود في العربيه ده بنحطه عشان يتغلب على الدراج فورس. طبعا في فريكشن مع الارض، اثناء ما العربيه دي بتتحرك في فريكشن مع الارض، دي قوه او دي عباره عن مقاومه اسمها دي الفريكشن. لكن في جزء مهم جدا اسمه دراج اللي هو الاير دراج، الهواء بيعوق حركة العربية وهي ماشية، وهو ده اللي بيخليني في الأساس الاتنين دول ان انا احط محرك، احط درايفر، احط حاجة تدفع العربية تخليها تكتسب سرعة.
في نفس الوقت بتولد lift force في الابليكيشن اللي هي دي تحديدا اللي هي العربيات. الليفت فورس دي احنا عايزين نقللها، عايزين نخليها اقل ما يمكن عشان مش عايز العربيه دي تسيب الارض طبعا. طيب ازاي نقدر نحسب الليفت والدراج فورسز؟ الموضوع بسيط، بنحسبهم نسبه الى الترم ده كنا سميناه ايه قبل كده؟ حد فاكر؟ رو في سكويرد اوفر 2، موجود في التو ايكويشنز. دايناميك بريشر بالظبط كده، برافو عليك. ده الدايناميك بريشر، دايناميك بريشر بتاع الهواء اللي ماشي ده، اللي هو لو انا ثبتت العربيه يبقى كما لو كان الهواء بيتحرك عليها بسرعه 60 مايل بير اور، يعني 100 كيلومتر في الساعه. كثافة الهواء في سرعته سكوير على 2، ده الديناميك بريشر بتاع الهواء اللي هو بيعبر عن قيمة البريشر اللي هيتوجد لو الهواء ده وقفناه صادملي. وهو ده اللي بيحصل فعلا، الهواء وهو ماشي هنا كده بيقوم خبط في العربية ويقف. مضروبة في البروجكتد اريا، دي كمان في الاثنين برضو. يعني ايه بروجكتد اريا؟ العربية دي سواء دي أو دي، لو ركزتوا معايا كده، الهواء وهو ماشي بيشوفها إيه؟ لو جيت أسقطتها على حيطة، حيطة، الهواء شايفها إيه؟ هيبقى مسقطها إيه؟ وانت واقف قدام العربية كده بالظبط، مش شايف البعد الخلفي او البعد التالت بتاعها، بتشوف ايه قدامك؟ بشوف ريكتانجل. الكورة وهي بتتحرك بتجري في الهواء، الهواء بيشوفها ايه؟ بيشوفها دايرة. البروجكتد اريا دي هي عبارة عن المسقط بتاع الاوبجكت اللي بيتحرك ده، أو الجسم اللي بيتحرك على مستوى رأسي، مسقطه على مستوى رأسي. الايروداينامكس بقى اللي أنا كنت بتكلم عليها دي بتحدد لي كوفيشنت، بتحدد أو حددناه معمليا اسمه دراج كوفيشنت، واحد تاني اسمه ليفت كوفيشنت. نضرب الثلاثة دول في بعض نطلع قيمة الدراج فورس، الثلاثة دول في بعض نطلع قيمة الليفت فورس. طب ايه هو الاوردر اوف ماجنيتيود بتاع الدراج كوفيشنت؟ اكبر كده شوية. ده سكوير رود، سكوير رود يعني شكله كده، اوكي، وماشي عليه هواء بيتحرك بالمنظر ده. الدراج كوفيشنت بتاعه كبير جدا 2.2. بالمناسبة مصنعي العربيات زي ما قلت لكم بيتنافسوا ان هم بيعملوا ماركتينج للعربيات بتاعتهم عن طريق ما يسمى بالدراج كوفيشنت، ان هو اقل حاجة. العربية اللي انا عملتها دي ليها دراج كوفيشنت 0.26، 0.2. كل ما يكون اقل كل ما يكون احسن، لانه ده معناه انه الدراج ريزيستنس اقل. فاكتور في منتهى الاهميه الدراج كوفيشنت. الرقم 2.2 ده كبير لما الفلويد يعدي على سكوير رود. لو حصل انه كان فيك عندي كيرفد كورنرز او راوند كورنرز، السي دي بيقل كتير، بيقل بشكل دراماتيك 1.2 تقريبا 50% ريدكشن. الريكتانجلر رود على حسب ال اوفر دي زي ما انتم شايفين الدراج كوفيشنت. الراوند الدنيا بتقل
تبقى بالمنظر ده كده. السيلندر اللامينر فلو حاجة والتربلنت فلو حاجة. المكعب. الديسك. الكون. السيلندر الفيرتيكال والهوريزونتال. البلاف بودي او الستريم لايند بودي ده عباره شكل الايروفويل ولكن سيمتريك. الايروفويل شكله بيبقى عامل كده. ده اللي هو الايروفويل اللي اتكلمت عليه في الاول، لو خليناه سيمتريك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عامل زي قطرة المية ولكن ده سيمتريك قليل جدا لانه حركة الهواء عليه سهلة. الباراشوت CD 1.3. البني ادم وهو بيتحرك واقف كده وبيمشي او بيتحرك وهو بيجري ليه دراج كوفيشنت. يمكن بتشوفوا الهلمت اللي بيلبسها الناس اللي بيركبوا البايكس. الهلمت بيبقى ليها شكل مميز كده، بتبقى ليها تيل في الاخر كده. لو حد فيكم يعني طبعا عارف الكلام ده بيركب بايكس. البني ادم اللي بيركب ده وهو قاعد بالمنظر ده كده الدراج كوفيشنت بتاعه 1.1. لو خد الكيرفتشر ده بالمنظر ده كده وهو لابس الهلمت الدراج كوفيشنت بيقل بشكل زي ما انتم شايفين دراماتيك 0.12. حتى الشيلد اللي بيتحط فيه التراكس بيبقى فيه شيلد فوق هنا، شفناه يمكن في فيديو في الدايمنشنال اناليسيس، بيمنع الهواء انه يخبط في جسم العربيه دي، طلع الهواء لفوق بيبعده عن العربيه عشان يقلل الدراج. والابلكيشن كتيره جدا وعددها كبير جدا ومتنوعه حتى في تصميم المدن. تلاقي لو في مثلا لاند مارك، عندي لاند مارك كده وفي الهواء بيعدي بشكل معين عليها، اصمم المبنى يا ترى انه اي مبنى يستقبل الهواء وهو في الاورينتيشن بتاعه ده كده، ولا اغير الاورينتيشن بتاعه واخليه كده، ولا اخلي الاورينتيشن بتاعه شكله عامل ازاي، ارتفاعه هيبقى ايه. الكلام ده كله بيعتمد على قيمة الدراج اللي بتسببها حركة الهواء على الجسم. طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه هو الفرق بين البريشر دراج والفريكشن دراج. على الجسم لو تخيلنا ان احنا عندنا عربية بالمنظر ده كده، الهواء بيعدي عليها بيحصل في الحقيقة حاجتين. اولا الستريم بتاع الهواء اللي بيخبط في العربية من قدام وبيقف بيسبب زيادة في الضغط اللي هي الديناميك بريشر زي ما اتفقنا. الضغط هنا بيبقى ضغط كبير، ضغط بوزيتيف، ضغط اعلى من الضغط الجوي. اول ما الهواء بيخبط في الاوبجكت وبيقابل الاوبجكت. طيب بعد ما بيتحرك على الجسم بيجي هنا بيسيبه. المنطقه دي منطقه مهمه جدا في الايروداينامكس اسمها ويك. ويك دي منطقه تيربلنس، الهواء بيتحرك فيها عشوائيا، وطبعا كلمه تيربلنت دي يمكن سمعتوا عنها، وبيحصل فورتيسيتي
بيحصل دوامات، منطقة ضغط نيجاتيف، فرق الضغط من قدام العربية أو قدام الأوبجكت لغاية ورا الأوبجكت في pressure difference، على أساسه بيبقى في جزء من الدراج فورس على حركة الأوبجكت دي بنسميها pressure drag. نفس الجسم لو كبرنا او عملنا زوم شوية كده على جزء من هنا مثلا، الهواء وهو بيتحرك عليه احنا عارفين انه في no slip condition، ده الهواء ده viscous او الفلويد ده viscous، ده معناه ان الفيسكوسيتي هتسبب فريكشن بين الهواء او بين الفلويد ستريم وبين السطح. فيسكوسيتي is shear. Shear is friction. يبقى في دايما friction أثناء حركة الفلويد على السطح. هتسبب إنه يبقى في نوع تاني من أنواع الدراج بنسميه skin drag أو friction drag. كل واحد من الاثنين دول ليه drag coefficient. في بعض الحالات بيكون ده اللي ليه upper hand. الفريكشن drag هو المسيطر، هو المهيمن. في بعض الحالات بيكون البريشر دراج هو الأهم وهو اللي بيبقى ليه الأبر هاند. In any ways مجموع الاتنين ده هو اللي هيدينا التوتال دراج. مين الكبير ومين الصغير دي مش مهمة. زي ما اتفقنا الفريكشن على 1 half rho v squared. في خلي بالك هنا السر الفريكشن بيتعامل مع السيرفس اريا، لكن البريشر بيتعامل مع البروجكتد اريا. وطبعا ده دي حاجه انتويتيف، لان الاريا اللي بيشوفها الهواء اثناء حركته هنا هي البروجكتد اريا بتاعه الجسم، لكن على السطح وهو ماشي هو بيتعامل مع اريا شكلها عامل ازاي، دي سيرفيس. فنخلي بالنا في حسابات التو كوفيشنتس دول. نشوف مثال او امثله بيكون فيها البريشر هو المسيطر والسكن او الفريكشن هو المسيطر. حاله زي دي فلات بليت وفي هواء في نفس اتجاهه او في فلويد بيتحرك في نفس الاتجاه. أنا هقولها دلوقتي عشان هنشوفها في فيديو بعدين. الخطوط البيضاء اللي قدامي دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن مية ماشية عادي جدا بالمنظر ده كده. أوكي؟ وعملنا للمية دي ionization. عدينا في very thin wire heater موجود بالعرض كده أهو ماشي كده بالعرض. Very thin دقيق جدا وصغير جدا. عدينا فيه كارنت عالي بحيث انه يحصل ايونيزيشن من المياه وتتكون هيدروجين بابلز. هيدروجين بابلز دي بتبقى ورا بعض بحيث ان هي لما تمشي بتكون لي خط ابيض. نحط اضاءة في الخلف يبقى شايف خطوط بيضة كده. دي الستريم لاينز. عشان بقدر اشوف الستريم لاينز ماشية ازاي بقدر اشوف ايه اللي بيحصل على السطح اثناء حركة الفلويد على السطح. الحالة دي بيكون فيها ماذا تتوقع؟ السكين دراج اللي يكسب ولا الفريكشن ولا البريشر دراج اللي بيكسب؟ لما يكون الشكل الفريكشن طبعا. لو خلينا فيرتيكال بالمنظر ده كده ده السكين هيكون هنا في الحتة دي بس، ده هي الحتة الصغيرة دي اللي بيحصل انه بيبقى في كونتاكت بين الجسم والسطح. لكن كل ده في استجنيشن. الهواء ماشي وقام لابس في الحيطة بيزود الضغط. يبقى ده البريشر اللي يكسب فيه. شايفين منطقة الويك المنطقة دي كلها
عبارة عن نيجاتيف بريشر اريا اسمها ويك. الويك دي بنشوفها لما يبقى في عربية بتتحرك قدامنا، اوكي، وكان في تحتها تراب، دي بنشوفها بعينينا. بعد ما العربية تعدي ايه اللي بيحصل؟ بلاقي الدنيا بقت بايظة خالص، التراب والبارتكلز بتاعت التراب دي بتتحرك راندملي نتيجة ان الضغط هنا بقى نيجاتيف. بيحصل زي ما قلت لكم دي منطقة تيربلانس عالية جدا، البريشر بيبقى فيه نظريا الضغط هنا صفر. لما نيجي نبص لها من ناحية الكتلة، مش كتلة الأوبجكت اللي بيتحرك ده، لأ، كتلة الهواء. الجسم ده كان إنيشيالي بيشغل مساحة أو حجم في الفلويد، بعد ما اتحرك ساب فراغ، وهو بيتحرك وراه بيسيب فراغ. الهواء ده عشان يدخل ويملى الفراغ ده بياخد وقت، ليه إنيرشيا، في ريسبونس تايم. لما بيجي بيدخل ورا بالمنظر ده كده ورا الأوبجكت، بتلاقي إنه الحركة دي بتبقى حركة دوامية أو حركة بتسبب تيربلنس. الهواء عايز يلحق يملى المكان الفاضي، يملى المكان الفاضي اللي هو سببته حركة الأوبجكت دي. في منتهى الأهمية منطقة الويك دي، في منتهى الأهمية، زي ما انتوا شايفين دي سيلندر، حتى على السيلندر اي اوبجكت اميرسد او اي فلويد فلو اوفر اميرسد بودي لازم يتكون وراه ويك. حتى الفلات سيرفيس ده يتكون ويك، بس ضعيفة جدا. شايفين التيربلنس ضعيفة جدا. It seemed to be إن هي حاجة غير مرغوب فيها، حاجة مش كويسة، حاجة وحشة. نيجاتيف بريشر بتسبب دراج. أنا عشان أحرك حاجة زي كده بسرعة معينة أنا محتاج فورس بتعتمد على دلتا بي. في بعض الأبليكيشنز بتبقى ليها ميزة، زي في الموتور سبورت في فورمولا 1 مثلا، العربيات دي بتتحرك بسرعات كبيرة جدا، قد تصل، مش قد تصل، هي بتوصل فعلا ل 300 order of magnitude 350 كيلومتر في الساعة. سرعة زي دي معناها انه وراها بيبقى فيه ويك كبيرة. عملية الاوفرتيك، عربيتين ليهم نفس البرفورمانس، نفس الايروداينامكس، نفس كل حاجة، the same design. دي قدامها، العربية دي قدامها facing الهواء وهو ساكن، يعني عليها positive pressure في المنطقة دي. العربية اللي وراها دي لما بتدخل في منطقة الويك بيبقى عندها نيجاتيف بريشر، فبيبقى ليها ادفانتج ان بتبقى اسرع وبيحصل اوفرتيك. حاله زي الحاله دي منطقه الويك بتبقى فيها مفيده. في الطيران الويك دي غير مرغوب فيها على الاطلاق. ممكن انا كنت كلمتكم في الدايمنشنال اناليسز انه كان في حادثه مشهوره جدا بسبب الويك دي. الطيارات الكبيره غير مسموح انه يطلع وراها طيارة صغيرة الا بعد مرور زمن معين، لما الويك دي تنتهي، لما الهواء ياخد وقته والماس بتاعته تشغل الحيز الشبه مفرغ ده. دي سلايد فيها I would say يعني قوة ملاحظة.
حركة مية على كورة. ايه الفرق؟ ايه دي كان فيها الرينولز نمبر زي ما اتفقنا، الرينولز نمبر ده هنلاقيه في كل حاجة، هنلاقيه ورانا الرينولز نمبر مش هيتساب في الفلويد داينامكس. فلويد نمبر ده رقم رهيب، رقم ليه أهمية قصوى. حد فاكر كان ايه الديفينيشن او ايه الفيزيكال مينينج بتاع رينولز نمبر ده؟ طبعا سؤال لو سالته لاي حد لازم يجاوب. لا، الانرشيا فورس على فيسكوس فورس. انرشيا على فيسكوستي، بالظبط كده. مين اللي يكسب؟ مره في الكيس ايه 15000 وفي بي كان 30000. عايز حد يقول لي ما هو الفرق بين الصورتين؟ نركز كده وحد يقول لي الفروقات ايه. دي لعبة بنلعبها طبعا من زمان وعارفينها، حاجتين زي بعض او صورتين شبه بعض وبقول لك طلع لي الفرق. دي نفس الكلام، عايز حد يقول لي الفرق 1 2 3 4 5 6 هكذا. فلويد بيتحرك على كورة، ايه مفيش فرق ولا ايه؟ صورتين زي بعض. انتوا سامعيني؟ في فرق في السرعة يعني يا دكتور؟ أنا بقول لك بس عندي صورتين، قول لي الفرق بين الصورتين. مش في فرق في السرعة؟ يعني ماشي، ظهر في إيه؟ ظهر يعني فيزيكالي، وأنت أنت شايف فروقات إيه بعينك؟ بعينك كده. ويك ناحية الشمال في الإيه أكبر؟ أكبر من ناحية البي مثلا. بالظبط كده. ده ملحوظة مهمة جدا، ده معناه ان الرينولز نمبر القليل بيسبب ويك اكبر ولا اصغر؟ اكبر كده. طيب ايه كمان ملاحظين؟ ايه كمان؟ في حاجة تانية مهمة، شايفين الخط ده؟ في حاجة زي خط كده أو منطقة. أنا المنطقة دي عايز أوصفها فيزيائياً، إيه هي؟ عبارة عن إيه؟ بتعبر عن إيه؟ المنطقة دي بنسميها separation points. في separation point دي بيحصل لو أنا جيت تخيلت إن الفلويد ليه energy قيمتها 100 يونتس، طول ما هو ماشي على سطح الكوره الانرجي دي عماله تقل 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 لغايه نقطه عندها الانرجي دي بتنتهي، الفلويد مش قادر يكمل على السطح فبيعمل ايه؟ بيسيبه ويمشي. اهو هنا السيبريشن بتحصل متاخر، هنا السيبريشن بتحصل بدري. الخطين دول اللوكيشن بتاعهم مختلف مع اختلاف الرينولز نمبر. تعالوا نشوف ما هو معنى الباوندري لاير، يعني ايه هيدروديناميك باوندري لاير. ده سطح اللي احنا شايفينه، ده سطح ك
كان داخل له هواء من بعيد، من بعيد خالص من هنا اهو، ومديت السطح كده اهو زي بالظبط كده، مجموعه من الناس ماشيين في الجنينه عندنا في الكليه وماسكين ايديهم في ايدين بعض، دي البارتيكلز بتاعه الفلويد، ليهم سرعه ثابته زي طابور في الطابور العسكري كده، كل واحد جنب التاني بيمشي بخطوه ثابته، ماشيين بسرعه ثابته. جه الاخ اللي هنا ده على السطح ده، اول ما لمس السطح مش قادر يمشي، ليه؟ لانه الفلويد ليه فيسكوستي، فيسكوستي از فريكشن، فبيحصل هنا كونديشن سميناها ايه، اتكلمنا عليها في الاول خالص، ما هي الكونديشن بتاعه فلويد ادجيسنت الوول؟ أولها نو سليب كونديشن، نو سليب كونديشن، نو سليب ما بيتحركش اهو، بص سرعته صفر، فيسكوستي ده الفيسكوستي افكت، تأثيره على زميله اللي جنبه ظهر في ايه؟ انه كان الاخ اللي جنبه ده ماشي بالسرعة دي، دلوقتي قلت، اللي بعده في تأثير، اللي بعده في تأثير، في الاول كان ماشي بسرعة اكبر من دلوقتي، التأثير ده بيمتد لغاية نقطة عندها التأثير ده بينتهي، النقطة دي على حدود منطقة اللي هي الدوتد لاين دي اسمها ايه؟ اسمها الباوندري لاير، هيدروديناميك باوندري لاير، داخل المنطقه دي انا اوصفها فيزيائيا اقول عليها ايه، اقول ان هي منطقه بيظهر فيها تاثير الفيسكوستي، الفيسكوستي عمل دربكه في الحته دي وخلت بدل ما كان الجماعه دول ماشيين بشكل منتظم، لا ده السرعه بتاعتهم نتيجه اللي هو عند الحيطه مش قادر يمشي، جر المجموعة دي كلها وراه، سحب المجموعة دي كلها وراه، أثر على المجموعة دي كلها في منطقة بتسمى hydrodynamic boundary layer. في واحدة زيها في الهيت ترانسفير بنسميها thermal boundary layer، شبيهة بالظبط زيها، وسببها الفيسكوستي برضو، واحد مش قادر يمشي وجي قاعد على سطح ساخن هيكتسب حرارته في الكونفكشن هيت. انتوا خدتوا هيت ترانسفير ولا لسه؟ اه دكتور خدتوا هيت ترانسفير صح، خدتوا الباوندري لاير يعني في الكونفكشن. ايوه تمام، سببها الفيسكوستي. طيب هرجع كده امسح الحته دي عشان ايه تبقى نظيفه كده ونشوف الباوندري لاير. لما يكون رينولدز نمبر صغير بتكون اكستريملي ثيك، يعني ايه؟ يعني منطقه الفيسكوستي ليها الابر هاند، محدش يجي جنبي، انا هنا اللي مسيطر على المكان، extremely thick boundary layer، المسافة دي بنسميها boundary layer thickness دلتا. طب الناس دول جم قال لا احنا هنجري بقى مش هنمشي، هنجري وبسرعة كبيرة جدا، رينولدز نمبر 10 to the power 7، الفيسكوستي لمت نفسها ملها، لانه الابر هاند هنا للانرشي، الفلويد ماشي بسرعه كبيره، لمت نفسها بقى عملت ايه؟ الباوندري لاير بقت اكستريملي ثين،
شوف الدلتا بقت قد ايه. فالباندري لاير اللي اقصده ان هي منطقه بيظهر فيها تاثير الفيسكوستي ثيك ان لو رينولدز نمبر وفيري ثين في الهاي رينولدز نمبر. في حد عنده سؤال في ظاهرة الباوندري لير؟ أي سؤال؟ أهو بص الأخ ده لو تخيلنا أنه فلويد بارتيكل ماشي مع الجروب اللي كانوا ماسكين في إيد بعض، باوندري لير تحت اهي، ده بعيد عنها، يمشي ولا كأنه شايفها، تأثيرها عليه منعدم لا يوجد، عشان كده سرعته ثابته. الأخ اللي قريب من الحيطة ده وهو ماشي ده هيدخل في الباوندري لير، سرعته هتقل، هيبقى في ريلاتيف فيلوسيتي فوق وتحت عند السطح اللي فوق، السطح اللي فوق ده هيبقى أسرع من اللي تحت، يقوم يلف نتيجة الفيسكوستي. الباوندري لاير بتكون ليها جزء او في منطقه بتكون لامينر وفي منطقه تانية بتكون تيربلنت، بيعتمد على البوزيشن. فاحنا عشان ندرس الباوندري لاير دي هندرسها على سطح سيمبل، سطح سهل دراسته، وهو الفلات بليت. يبقى عند الفلات بليت بيبقى فيه عندي حاجه اسمها لامينر باوندري لاير، بعديها بيبقى في turbulent boundary layer. زي ما قلت لكم رينولدز نمبر لا غنى عنه، زي ما عرفناه قبل كده هو رو في الفي في الكاركترستيك لينث اللي هو كان ممكن يبقى الدايمتر في حالة سريان الفلويد داخل داكتس على الميو. هنا الكاركترستيك لينث بتاعنا بيكون الاكس، المسافه اللي مشيتها من نقطه بدايه تقابل الستريم الفلويد ستريم مع السطح، النقطه دي بنسميها ليدنج ايدج، ليدنج ايدج. النقطه اللي بيسيب فيها او عندها الفلويد السطح بنسميها تريلنج ايدج. I think إن هي مكتوبة هنا أي leading edge الأخيرة خالص دي sorry هي ال trailing edge. طيب ال الخط اللي هو الكريتيكال ده أو النقطة أو المكان اللي عنده الفلويد بيتحول من لامينر لتوربلنت. شايفين اللامينر ليه كاركترستكس هنشوفها يمكن دلوقتي. التوربلنت معناها واضح، عشوائية في حركة الفلويد، عشوائي. الديفورميشن بتاعت الفلويد بيحصل بشكل دراماتيك. شوف شكله كان في الأول خالص هنا إيه مربع، دلوقتي بص الشكل ما تقدرش توصفه turbulent. كم الرقم الكريتيكال ده؟ 500,000. يبقى الكريتيكال رينولدز نمبر اللي قبله بيكون الفلو لامينر وبعده turbulent ده بيحصل عند position 5 times 10 to the power 5 تايمز الكينيماتيك فيسكوستي على اليو. طيب ايه الباوندري كونديشنز للباوندري لير؟ ازاي اقدر اوصف ماثيماتيكالي الباوندري لير ماثيماتيكالي؟ ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اول حاجه هنتكلم عليها الباوندري لير ثيكنس دلتا، لما واي تساوي دلتا، ده الاكس شوف وده الواي، ادي الواي اهي ودي الاكس اهي. لما الواي تساوي دلتا
لما تطلع هنا وتوصل لدلتا ده معناه ان ايه اللي حصل؟ قول لي ايه اللي حصل؟ السرعه اللي ماشي بيها الفلويد هي اصبحت السرعه الاساسيه اللي داخل بيها، السرعه الكبيره يو. فاليو سمول دي از فاريبل، هنا السرعه متغيره بتتغير 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 لغايه ما تيجي هنا وتوصل لليو. كمان عند الواي بتساوي دلتا الجريدينت بتاع السرعه بيساوي صفر. فاكرين لما انا قلت لكم الشير ستريس كان عباره عن ايه؟ فاكرين الايكويشن بتاعته؟ ميو في ديو باي دي باي دي في باي دي واي باي دي واي قصدي ميو ديو باي دي واي. الفلويد مفيش فلويد مالوش فيسكوستي، ده رقم لازم يبقى موجود. بصوا بقى التأثير بتاعه بيبان امتى؟ لما ده يبقى ليه فاليو، يعني لما السرعة تتغير مع الارتفاع. بص السرعة هنا بتتغير مع الارتفاع، في جريديانت، في جريديانت يبقى في فريكشن وفي شير ستريس. في شير ستريس تطلع فوق هنا الجريدينت بقى صفر، على الرغم انه فيسكس، على الرغم ان الفلويد ده ليه فيسكوستي، ولكن تأثيرها هنا منعدل، مش عشان الفيسكوستي بصفر، لا، عشان الجريدينت او الاسترين ده كان الاسترينينج جريد لو انتوا فاكرين. الاسترينينج جريد بتاع الفلويد بزيرو. او الاسترينينج جريد هنا بصفر عند واي بتساوي دلتا. لما طلعت عند واي بتساوي دلتا لقيت ايه؟ السرعه بقت ثابته خلاص ما بتتغيرش. طب وهنا دي النوسليب كونديشن، طبعا عند واي بتساوي صفر يو بتساوي صفر. طيب انا كان عندي الفلويد اساسا ماشي بسرعه منتظمه يونيفورم، ما انتوا شايفين كده اللي هو بنعبر عنها بشكل المستطيل ده. لما عدى على بليت العرض بتاعه الداخلي بي، ده البليت اهو شكله، بعد ما مشي شويه من الليدنج ايدج لقيت ايه؟ لان بيحصل ديفيشنسي في السرعه. يعني ايه؟ يعني بدل ما كانت السرعه كل المسافه دي، لا ده السرعه قلت في كل بوزيشن عماله قلت عن الاول، ده معناه انه في ماس ديفيشنسي. المنطقه دي كان المفروض يبقى فيها ماس وما عدتش، هو ده معناه ان الماس كونزرفيشن مش هتتحقق، لا الفلويد بيصرف نفسه. بص عمل ايه هنا؟ ماشي بالمنظر ده كده، خرج هنا بمساحة اقل، يعني ماس اقل بقيمة اللي هي المساحة الزرقاء دي، يقوم واخد الفلويد اللي اتفرمل ده يطلعه فوق، يطلع بيه فوق، عشان تبقى كل الكتلة اللي عدت في السكشن ده هي نفسها كل الكتلة اللي عدت في السكشن ده. الماس has to be conserved. طيب أنا عايز أسهل الدنيا وأحول، هنحول إيه بقى؟ هنحول المساحة الزرقاء دي اللي هي بتعبر عن الماس deficiency، كمية الكتلة اللي ما قدرتش تعدي، عايز احولها المستطيل. ارتفاعه ده، ارتفاع المستطيل ده هيكون كام؟ هيكون حاجه بنسميها displacement thickness delta star. الدلتا ستار دي is a representation of the mass deficiency due to الباوندري لاير. الباوندري لاير دي فرملت الفلويد وقللت الكتله اللي بتمشي فيه قد ايه.
نحسبها ازاي الماس ديفيشن ال displacement thickness دي نحسبها ازاي؟ هحسب الكتلة اللي هنا والكتلة اللي هنا واسويهم ببعض بس كده. الكتلة اللي كان المفروض تعدي وما عدتش نتيجة المساحة الزرقاء دي بتساوي ايه؟ دلتا ستار هضربها في بي، دي مساحة، دي المساحة اللي هي شكلها عامل كده اهي، هضربها في الكثافة يبقى الكثافة في الاريا في السرعة يبقى دي ام دوت اللي كان المفروض تعدي وما عدتش. طيب عايز احسبها من الناحية التانية بالشكل الحقيقي، يبقى هقول الكثافة في تكامل الفلوستي ديفيشنسي، السرعة كانت المفروض تبقى يو، لا دي بقى يو كابيتال، بقت يو سمول دلوقتي، ففي فلوستي ديفيشنسي اسمها يو ماينس يو مضروبة في الاريا اللي بتعدي بيها او بيعدي بيها الفلويد من الحتة الصغيرة دي اللي ارتفاعها دلتا واي، يبقى في بي في دلتا واي. نكمل الكلام ده من زيرو الانفينيتي، هي نفسها التكامل من زيرو الدلتا لانه لا تغيير، الفرق ده بيبقى زيرو وانس ان انت توصل لهنا. بعد كده يو كابيتال ماينس يو سمول بتساوي صفر. لان ببساطة شديدة اليو سمول اصبحت هي نفسها اليو كابيتال. طبعا واضح الكلام اللي انا بقوله ده من الرسم. الكثافة ده incompressible fluid flow، هقسم الاكويشن دي كلها على البي في اليو، يطلع لي ان الدلتا ستار باي ديفينيشن اللي بتعبر عن الماس ديفيشنسي هي تكامل من زيرو لدلتا 1 ماينس يو اوفر يو دلتا 1. ده متغير وبيعتمد على اللوكيشن، بيعتمد على الاكس، هي فانكشن في الاكس، عشان كده في اغلب الاحوال بنكتبها دلتا ستار اكس. One minus U ده متغير. U قول لي الواي بكام أقول لك اليو بكام. اليو كابيتال is constant وطبعا الواي ده variable. بنفس الطريقة بنحسب حاجة أهم بقى وهي بتعبر عن بص السكين دراج اللي اتكلمنا عليه في الأول خالص. طيب هرجع اقول لك، طب هو مش بدل المومنتم هو عباره عن الماس في الفلوستي. لو حصل ديفيشنسي في الماس لازم هيحصل ديفيشنسي في المومنتم، عشان كده عايز اعرف ما يسمى بالمومنتم ثيكنس. انا قلت ان في كتله نقصت او كانت المفروض تمشي هنا ما مشيتش، ده معناه انه في مومنتم لانه الفلويد ده بيتحرك. في مومنتم كان المفروض يمشي من هنا وما مشيش، يبقى في ديفيشنسي ان مومنتم بنعبر عنه بثيكنس. هعيد تشكيل الكورسبوندينج مومنتم ديفيشنسي للاريا دي واخليه في صوره ارتفاع او في صوره مستطيل ارتفاعه ثيتا. displacement thickness هو representation للماس deficiency، المومنتم thickness هو representation للمومنتم deficiency. هنحسبه ازاي؟ هساوي المساحتين دول ببعض زي ما عملنا قبل كده بالظبط، لا جديد. مساحة المستطيل هي الثيتا في البي في الكثافة، كده جبت الماس. طبعا الثيتا في البي في الكثافة في سرعة، كده جبت الماس. أضربها في السرعة تاني يبقى كده جبت المومنتم. الديفيشنسي ان مومنتم. طب من هنا هنحسبها ازاي؟ البي في دلتا واي، لو رجعنا كده شوية للديسبليسمنت ثيكنس، بي في دلتا واي دي الاريا، في يو ماينس يو في الرو، يبقى كده جبت الماس اهي. الرو
الرو في البي في الدلتا واي في يو ماينس يو كده كده ماس ديفيشنت. هضربها في اليو كمان، هضربها في السرعه الحقيقيه اللي بتمشي هنا عشان احسب المومنت. اقسم الكلام ده كله على رو في البي في اليو سكوير. طبعا الرو في البي هتطير، يبقى هدي هتاخد يو تحتها وجوه هنا هتقسم على يو يو، تطلع very similar للديفينيشن بتاع الديسبليسمنت ثيكنس. يبقى الثيتا انتجريشن فروم 0 تو دلتا يو اوفر يو 1 ماينس يو اوفر يو دلتا واي. بص الديسبليسمنت كانت زيها بالظبط بس ما فيهاش هنا يو اوفر يو، مش موجود. دي في تتوجد الترم اللي بره ده في المومنتم ثيكنس. هنشوف فيديو دلوقتي هيوضح الباوندري لاير بتظهر شكلها عامل ازاي. ده في الحقيقة ده ووتر تانل ماشي فيه مية، عملنا انجكشن للون تحت خالص، المية ماشي. ايه اللي حصل هنا بقى تحت ده؟ ليه الفلويد ساكن؟ بص الباوندري لاير شكلها عامل كده، بص الفلويد مش قادر يتحرك. دي منطقة تأثير الفيسكوستي اللي هي تحت دي. بص لما طلع فوق ايه اللي حصل؟ ده الفلويد بيتحرك ولا شايف انه في حاجة تحت اساسا، مش شايف انه في حاجة بتعمل ريزيستنس، لكن اللي تحت دول مش عارفين يتحركوا. فيديو تاني بيوضح الباوندري لاير حاجة. ده عسل، العسل طبعا الباوندري لاير بتبقى فيجوال بشوفها بعيني لانه الفيسكوستي بتاعته، الفيسكوستي افكت او الفيسكوس افكت is significant. حاجة تانية زي المية الباوندري لاير هتبقى ضعيفة جدا جدا، تبقى حاجة extremely thin تأثيرها، عشان الفيسكوستي بتاعة المية مقارنة بالزيت والجليسرين والعسل طبعا أقل بكتير. طب هناخد مثال وبعدين ناخد بريك ربع ساعة كده ونرجع تاني. ده عبارة عن wind tunnel. wind tunnel has a test section that is 305 millimeter square. عندي wind tunnel بيمشي فيه هواء أو مية أو whatever. الكروس سكشن اريا بتاعته سكوير، عباره عن سكوير ال، نرسمها هنا اهو. الكروس سكشن اريا بتاعته ال في ال. باوندري لاير فيلوسيتي بروفايل، بروفايلز ار ميجرد ات تو سكشن اند ديسبليسمنت ثيكنس. مش ميجرد بقى، الديسبليسمنت ثيكنس ما بتتقاسش، الديسبليسمنت ثيكنس والمومنتم ثيكنس بتتحسب، مش ار ميجرد، لا دي ايفالويتد كالكوليتد فروم ذا ميجرد بروفايل. بعد ما قاس السرعه وعرف شكلها عامل ازاي حسب الدلتا ستار. عند سيكشن واحد وير ذا فري ستريم سبيد از 26 متر بير سكند، the displacement thickness is 1.5. ده سكشن واحد، هتخيل اهو اللي بيحصل انه الهواء لما بيعدي بيحصل boundary layer growth، بتنمو الباوندري لاير بتزيد بالمنظر ده كده. ده سكشن واحد وده سكشن اتنين. قال
قاس الباوندري لير ثيكنس الديسبيسمنت ثيكنس هنا سوري حسبها لقاها كام عند واحد 1.5 مللي عند السكشن 2 داون ستريم لقاها 2.1 مللي طبعا لازم تكون ثيكر. طيب السرعه كان قايل ان هي يعني هنا ماشيه 26 هنا لما يقيس السرعه عند الحته دي عايز حد يركز كده ويجاوبني سرعه هنا هتبقى اكبر من ال 26 اقل من ال 26 بتساوي ال 26 الحته دي بتساوي 26 دي عندها 26 انا مش جوه الباوندري لير انا بره في الحته اللي ماشي فيها الفلويد براحته اكبر اقل بتساوي الاجابه برافو عليك اكبر اكبر ليه بقى الاريا بتقل عشان الاريا بتقل كروس سكشن اريا بيقل والكروس سكشن اريا بيقل في حاجه كمان بتحصل الباوندري لاير بتزيد الباوندري لاير بتزيد فهم ده بتنتقل الماس بص هنا الديفيشنسي في الماس اللي هي ده بينتقل فين انا قلت لك بيطلع فين بيطلع فوق الفلود مش عارف يعدي تحت بيضطر انه يطلع فوق تو كونزرف الماس يبقى السكشن ده كمان بيعدي فيه ماس اكبر من الحتتين دول الحتتين دول فيهم الفيسكوستي عامله مشاكل بتعرقل بتعوق حركة الفلويد والفلويد عايز يكونزيرف الماس يمشي هنا فلويد أكتر بكميات أكتر Calculate the change in static pressure B1 minus B2 between section 1 and 2 Express the result as a fraction of the dynamic pressure and the section 1 يعني عايز اقسم بي واحد ناقص بي اتنين على 1/2 رو في سكوير بتاعت واحد الكوفيشنت ده اسمه بريشر او القيمه دي اسمها بريشر كوفيشنت دي اللي احنا عايزين نطلعها اللي هي دي اهي بي 1 ماينس بي 2 على 1/2 رو في سكوير دي اسمها بريشر كوفيشنت بصوا بقى حاجه مهمه جدا جدا برنولي ايكويشن في النص هنا في المنطقة اللي فيها الفلويد ما دخلش في الباوندري لاير is valid ممكن استخدمها داخل الباوندري لاير هتطبق بالنقطة هنا ونقطة جوه هنا غلط برنولي ايكويشن لا تتحقق بسبب ان انا دخلت في منطقة فيها الفلويد روتيشنال بيلف في فورتكس في فورتيسيتي ما ينفعش ان انا استخدم برنول ايكويشن يبقى من سيكشن واحد لسيكشن اتنين في المكان البعيد عن الباوندري لاير مفيش مشاكل وده اللي هيحصل هنا فعلا اطبق برنول ايكويشن بين واحد واتنين زي ما انتوا شايفين كروس سيكشن اريا اتنين اصغر من الكروس سيكشن اريا واحد نتيجة الباوندري لاير جروث اللي حصل على سطح الويند تانل هري الرينج الشكل ده بحيث ان انا اخرج 1/2 رو في 1 سكوير يبقى بي 1 ماينس بي 2 بتساوي 1/2 رو دلتا في سكوير طبعا عشان ده هوريزونتال فرق الاليفيشن بزيرو وناخد 1/2 رو في 1 سكويرد كومن فاكتور يطلع لي الفلوستي ريش يبقى انا قدرت اقسم ده على ده جبت الدلتا بي على 1/2 رو في سكويرد تطلع نسبه السرعات مربع السرعات سكويرد ماينس 1 طيب ال V1A1 لازم ده الكونتينيوتي دي الماس كونزرفيشن V1
V1A1 بتساوي الـ V2A2 incompressible. الكثافة هنا ملهاش دور، كثافة ثابتة. الاريا 1 والاريا 2 بقى هنجيبهم ازاي؟ طب ده دي كان عندها displacement thickness 2.1 من عشر، دي عندها displacement thickness 1.2 من عشر. لما تيجي تبص كده، بص الدوتد لاين ده، ده بيقول لي ان كل ما بدخل لجوه المربع ده بيكش، يعني displacement thickness بتزيد، تدخل جوه كمان اكتر واكتر تلاقي الدنيا طبعا ما بتبقاش بالمنظر ده كده، لان هي طبعا صغيره، بس انا بوضح لك انه المربع اللي انا بتعامل معاه الكروس سكشن اريا اوف فلو بتصغر من سكشن واحد داون ستريم وانت ماشي في اتجاه الفلو. طيب لما يكون الباوندري الباوندري لاير ثيكنس اسمها دلتا ستار، سوري الديسبيسمنت ثيكنس اسمها دلتا ستار، وبتقل من فوق ومن تحت وفي باوندري لاير يمين كمان وشمال، المربع ده طوله هيقل، مش هيبقى ال اني مور. لا ده انا هشيل من ال دي كام، يمين وشمال دلتا ودلتا ستار، او دلتا ستار هنا ودلتا ستار هنا، يبقى 2 دلتا ستار، وفوق وتحت 2 دلتا ستار، يبقى هشيل من ال 2 دلتا ستار، يطلع ايه؟ الطول بتاعه سوري 305 ماينس، طبعا هنا الاريا هتبقى مربع الطول ده سكوير، والاريا سكوير اساسا يبقى ال ماينس 2 دلتا ستار تو ذا باور 4. عندي الثيكنس الاولاني والثيكنس الثاني، جبت البريشر كوفيشنت، اقدر احسب البريشر كوفيشنت. هناخد بريك دلوقتي ربع ساعة وبعدين نرجع نكمل الجزء اللي باقي، ولا تكمله ونخلص؟ ايه رأيكم؟ وجزء الباقي كتير كبير يا دكتور. هو في دي سلايد 20 عندنا لغاية 28، 28 دي فيها فيديو، يعني 7 سلايدز نص، يعني هياخد وقت كتير ولا هياخد وقت؟ مش هياخد وقت كتير، يعني تلت ساعة ان شاء الله. ماشي، ايه رأيكم يا جماعة؟ مش مشكلة، يعني معرفش الباقي. مهجة نكمل، اكرم، محمد نكمل يا دكتور، خلاص نكمل يا دكتور. دانيال، مهند، ايوه دكتور نكمل يا دكتور نكمل. اوكي هو احنا عدينا الجزء الصعب اللي هو فيه الفيزيكس اوف فلو اوفر اميرسيد بودي، عرفنا ايه اللي بيحصل، عرفنا السكين دراج والفريكشن دراج والبريشر دراج، بس اللي باقي ده نوتس. سوري. قيمة الدراج بقى اللي بنحسبها من المومنتم ديفيشنسي فون كارمان استخدمها عشان يوجد بعض الكاركترستكس للفلو اوفر فلات بليتس. ايه الكاركترستكس دي؟ اولا نفضل المعادلة بالنسبة للإكس، في فلويد بيمشي على فلات بليتس، الباوندري لاير بتنمو، بيحصل باوندري لاير جروث، الدلتا بتتغير. معنى كده ان الاكس دي بتاثر على قيمه الفريكشن، قيمه الدلتا ستار، قيمه الماس ديفيشنسي، قيمه المومنتم ديفيشنسي، فضل المعادله بالنسبه للاكس. وبعدين على عند الوول الدراج هو الشير ستريس
مضروب في الاريا، مضروب في المساحه. الشير ستريس هو ميو دي يو باي دي واي عند الوول، زي السؤال اللي جالكم في الميد ترم. عند الوول دي يو باي دي واي عند واي بتساوي زيرو، ده معناه ايه؟ ان انا ممكن اشيل التاو، سوري، ممكن اشيل الدراج فورس المقسومه على بي اكس واحط بدلها التاو. تيجي هنا الدراج فورس مقسومه على رو في البي، ونحط بدلها مقسومه على البي في الدلتا اكس، سوري، ونحط بدلها تاو. هجيب البي دي هنا، يبقى قالي جوه هنا ايه؟ رو يو سكوير دي ثيتا باي دي اكس. دي اول كاركترستكس بتعبر عن ايه او بتحسب منها ايه؟ بتحسب عندها او ليها التاو دبليو الوول شير ستريس عند بوزيشن اكس، فانكشن في المومنتم ثيكنس عند اكس. التاو لو قسمتها على الدايناميك بريشر بتديني حاجه اسمها لوكال فريكشن فاكتور عند بوزيشن اكس على بليتس. الفريكشن بيختلف من مكان للتاني، اللوكال فريكشن فاكتور عند بوزيشن اكس هو ده. قيمته كام؟ فانكشن في الثيتا 2 دي ثيتا باي دي اكس. هات الرو يو سكويرد نزلها تحت هنا، اقسم على 2 واضرب في 2 هنا. ملحوظة مهمة جدا أنا قلتها وهقولها تاني، الباوندري لاير ثيكنس، الديسبليسمنت ثيكنس، الدراج، الشير، الفريكشن كوفيشنت، كل دول فانكشن في الاكس. فانكشن أنا واقف فين؟ الباوندري لاير. دي ده الشابتر هناخده بعد كده في الاخر خالص، اللي هو الديفرنشال اناليسيس. بنستخدم فيه المومنتم ايكويشن اللي فوق دي خالص، دي المومنتم ايكويشن في الديفرنشال فورم، بنوصل منها البرنولي ايكويشن اللي هي valid away from الباوندري لاير. طول ما انت بعيد عن الباوندري لاير برنولي ايكويشن استخدمها زي ما انت عايز، جوه الباوندري لاير برنولي ايكويشن از نوت valid، ما ينفعش. داخل الباوندري لاير الدنيا بتبقى صعبه، ما بيبقاش عندي ديفرنشال ايكويشن واحده بس، ده بيبقى عندي اتنين مومنتم ديفرنشال ايكويشنز. ليه؟ لان الحركه بتاعه الفلويد داخل الباوندري لاير بتبقى روتيشنال تو دايمنشنال، ما كانتش 3 دايمنشنال كمان. والاخيره دي اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن، زي ما عرفنا الماس مهمه لوصف المومنتم ببساطه كده. عشان اعرف المومنتم بيحصل فيه ايه لازم الاول تقول لي الماس فيها ايه بيحصل تغيير، ده الديفرنشال فورم للماس كونزرفيشن برينسيبل. طيب انا داخل الباوندري لاير عرفت انه في فيلوستي جراديانتس، يعني عند ارتفاع واي كانت السرعه يو، لما الارتفاع وصل لدلتا اللي هو كل المسافه دي، دلتا اللي هي الباوندري لاير ثيكنس، السرعه وصلت للسرعه الثابته اللي هي يو كابيتال. فممكن نقول انه يو سمول اللي هي متغير بالنسبه لليو كابيتال اللي هي ثابت هي فانكشن في الواي اوفر دلتا، زي تشابه مثلثات كده، يو اوفر يو لازم تبقى هي واي اوفر دلتا فانكشن فيها. احنا هنسمي واي اوفر دلتا دي بفاكتور اسمه ايتا. ليه؟ لوسيس عمل او حل الفلوستي بروفايل بتاع الباوندر لاير لفلو اوفر فلات بليت، حله يعني وصل لشكل الفلوستي بروفايل عامل ازاي، يعني قدر، طبعا احنا مش هندخل في تفاصيل الحل، بس قدر يوصل
لتعريف الباوندري لاير ثيكنس كفانكشن في الاكس. خلي بالك ان الرينولدز نمبر ده برضو فانكشن في الاكس، لان الرينولدز نمبر بيساوي الرو في اليو في اكس اوفر ميو. قول لي الاكس بكام، اقول لك الباوندري لاير ثيكنس بكام. دلتا اوفر اكس 5 اوفر سكوير روت رينولدز نمبر، ده في اللامينر ريجون. دلتا ستار اقدر اعرفها، الثيتا اللوكال فريكشن فاكتور، الوول شير ستريس والدراج كوفيشنت. هو ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الفريكشن فاكتور اللوكال ده بيبقى عند بوزيشن 1 2 3 4 5، قول لي البوزيشن كام فين. طب امال ايه الدراج؟ الدراج ده بياخد في اعتباره كل الفريكشن كوفيشنتس من اول ما ابتديت لغايه مسافه اكس، كل الحته دي عليها دراج قد كام. قول لي اكس تاني بعد 1 متر الدراج كوفيشنت بكام، بيحسب كل اللي قبله، ده اللي هو الدراج كوفيشنت. قبل بلاوسيس بقى ايه اللي الناس كانت بتفترض؟ الناس كانت بتفترض، واحد فرض ان دي علاقه بين اليو اوفر يو مع واي اوفر دلتا، واحد فرض العلاقه لينير، واحد افترضها بارابوليك، واحد افترضها كيوبيك، واحد افترضها بولينوميال من الدرجه الرابعه، ساين ويف. دي فروض فرض تقريب، وبلاسس موجود في مكان هنا. طبعا واضح ان اللينير ده ضايع، هو وصف لا يقترب من الاكزاكت اللي هو بلاسس سوليوشن. ليه؟ لان الكوفيشنتس زي ما انتم شايفين كده، الحاجات دي كلها كوفيشنت، ده رقم دلتا اوفر اكس مضروبه في السكوير رينولدز نمبر بيطلع زي دي كده بالظبط، ثيتا اوفر دلتا، دلتا ستار اوفر دلتا، دلتا ستار اوفر ثيتا، دلتا اوفر اكس. الفريكشن كوفيشنت تيجي تبص على اللينير الارقام بتاعته او الكوفيشنتس بتاعته مقارنه بالاكزاكت اللي هو بلاسيوس بعيد، البارابوليك شويه كويس، الكيوبيك هو الاحسن الافضل، والساين ويف برضو تعتبر مقبولة. طيب بالنسبة للتربلنت باوندري لاير هنا، بس احنا رسمين العكس، يعني رسمين اليو اوفر يو في المحور الرأسي و واي اوفر دلتا اللي هي الايتا في المحور الافقي، يعني كان الفلويد ماشي كده بالمنظر ده كده على فلات بليتس، شكله عامل كده. وبيحصل ايه؟ بيحصل باوندري لاير جروث بالمنظر ده كده، الليمينر فلو بيبقى شكله بالمنظر ده كده، ده الفيلوسيتي بروفايل بتاعه، يبقى الفيلوستي ديستريبيوشن شكلها بالمنظر ده عامله كده. التربلنت بيبقى مور ستيب، بتاثير الباوندري لاير في حته بسيطه. طيب هنتعامل معاه ازاي التربلنت فلو؟ التربلنت فلو ليه رول بنسميه 1/7 باور لا. ايه ال 1/7 باور لا ده؟ الفانكشن بين اليو اوفر يو مع الايتا هي شكلها تقريبا بالمنظر ده، واي اوفر دلتا السيفنث روت بتاعها بتاع الايتا، ده بيساوي او بيعبر عن الفلوستي بروفايل. دي مقارنه بين اللامينر فلو فلوستي ديستريبيوشن فيرسس التربنت فلو فلوستي ديستريبيوشن. لو جينا رسمناهم عشان نعرف توزيع السرعات عامل ازاي، بنطلع ريشيو زي اللامينر بالظبط، دلتا اوفر اكس
او دلتا فانكشن في الاكس والدلتا ستار والثيتا واللوكال فريكشن كوفيشنت الوول شير ستريس والدراج كوفيشنت. ده فيديو يمكن مدته 5 لـ10 دقائق، هنسكيب فيه اجزاء. بيتكلم على الباوندري لاير ان جنرال، وده فيديو عملته جامعة من أول 10 جامعات في العالم، هي هارفارد يونيفرسيتي. هخليكوا تسمعوا، وبعد كده لو حد تسمعوا الفيديو، وبعد كده لو حد كان عايز يسأل سؤال يبقى في الآخر. معلش سوري، انا بس عملت سكيب عشان ابين حاجه بس دوست زرار غلط. اللي انتوا شايفينه ده، اللي انتوا شايفينه ده هو عباره عن بابل، هيدروجين بابل جنريتد في لوكيشنز كتيره جدا، بيعمل بين منها الشكل ده عشان يشوف الباوندري لاير شكلها عامل ازاي. لو كان المفروض يبقى في صوت ولا انتوا مش سامعين؟ لا مفيش صوت. مفيش صوت؟ صوت هو المفروض تقريبا صح؟ ليه صوت؟ لا هو ليه صوت، اه المفروض تسمعوه. طب ويت كده، هو تقريبا يا دكتور بالسكرين شير لازم يبقى حضرتك بتختار الصوت كمان بالسكرين شير؟ آه بالصوت بتاع الكمبيوتر يعني تقريبا. الله أعلم. لا ازاي، استنى كده، انا عامل فول شير، شير كاميرا بالفويس بتاع الكمبيوتر، كاميرا تو سيلكت ذيس لي اوت باكجراوند فول كده. ما قلتش في فوق include computer sound المفروض include ده computer sound. آه صح مظبوط مظبوط، برافو عليك كويس، هدي حاجة جديدة. في ناس شافت الفيديو وما قالوا ليش حاجة زي كده. ماشي اوكي، قولوا لي كده سامعين. صوت واضح؟ آه تمام. طب يلا اوكي. This drawing, derived from potential flow theory, shows how the streamlines around a combination of a flat plate and a cylinder would look if fluids did not have viscosity. When a real fluid, water, flows around the same shape, the flow is quite different. Boundary layers, thin layers of fluid in which viscosity affects the flow dynamics, are formed along the surfaces of the object. The behavior of these boundary layers under the influence of pressure gradients can, in some cases, drastically alter the flow. This streamline pattern is very nearly what one would predict from inviscid flow theory. Because the Reynolds number is large, influences of viscosity are confined to a narrow region close to the surface of the wing. The primary effect of viscosity is simply to create a drag force on the wing through the integrated effect of surface shear stress. As the angle of attack is increased, viscous effects become more pronounced.
اللي بيحصل هنا لو تلاحظوا انه كان في الاول خالص الستريم لاين بودي ده ما فيهوش ويك، لما ابتدى يغير الزاويه بتاعته بيسموها الانجل اوف اتاك ابتدت الويك دي بتظهر. انا عايزكم تلاحظوا السيبريشن بوينت شكلها بيتغير، امتى الهواء او الفلويد بيسيب السطح. As the angle of attack is increased, viscous effects become more pronounced. Pressure gradients imposed on the boundary layers become more severe, and separation occurs on the upper surface. Now the airfoil is stalled. A region of recirculating flow is formed over the upper surface of the wing. In order to understand how viscous forces can influence the entire flow field, we shall look at what causes boundary layers, how they grow, how they respond to pressure gradient, and the difference in behavior of laminar and turbulent layers. Before attempting to understand the boundary layer flow over this object, we shall look at the flow of a viscous fluid along the flat plate alone. These streamlines of water flowing in a channel are made visible with hydrogen bubbles generated by electrolysis. The flow is uniform and laminar. The fact that the timeline, the vertical patches of bubbles, remain perpendicular to the streamlines shows that the unobstructed flow is free of vorticity. Here is the flow over a plate. The flow is two-dimensional and laminar. Upstream of the plate, the flow is still uniform, but in the fluid layers near the plate, the velocities are much lower and vorticity is present. In the narrow boundary layer region adjacent to the plate, the shearing forces and inertia forces are of equal importance in determining the motion of fluid elements. Outside of this region, the shear stress can be neglected. The thickness of the boundary layer increases along the length of the plate. Fluid deceleration is transferred from one fluid layer to another by viscosity. لاحظوا يا جماعة هنا كيف تنمو الباوندري لاير. How the boundary layer grow. وطول ما هو ماشي الهيدروجين بابلز دي بتبين منطقة الريزيستنس دي وبتكبر ازاي. Moving the camera with the free stream velocity will give a better view of the boundary layer growth. Velocity throughout the boundary layer is less than that in the free stream. There is no slip between the plate and the layer of fluid immediately adjacent to it. At the plate, the relative velocity is zero. This is the no-slip boundary condition of viscous flow. The displacement of the bubbles corresponds closely to the velocity profile in the boundary layer. The thickness of a boundary layer is sometimes defined as the distance delta from the surface to where the velocity u reaches some fixed percentage of the free stream value. For our purpose, we will use 95% of the free stream velocity to define the thickness of our boundary layer. The gradient of the velocity normal to the wall, delta U by delta Y, times the viscosity mu is the wall's skin friction or shear stress tau. The greater the velocity gradient normal to the wall, the greater the shear stress. Upstream, the velocity gradient is fairly large.
downstream, it is much less. This composite photograph compares the two velocity profiles. The smaller gradient downstream indicates the wall shear stress decreases. أنا هسكيب الجزء ده عشان مرتبط بحاجة اسمها vorticity لسه هنتكلم عليها بعدين. Upstream, 95% of the total vorticity is contained within this area. As it is convected. We will speed up the flow. Now, the flow velocity outside the boundary layer has increased. At any position along the plate, the boundary layer thickness is now less than before, because with a higher mainstream velocity, the boundary layer has had less time to grow. We have seen the behavior of two-dimensional boundary layers on a flat plate in a uniform velocity field. So far, the pressure gradients in the flow direction have been negligibly small. However, in most flow situations, there are regions of decreasing pressure and regions of increasing pressure in the flow direction. We will examine these two flow situations separately. First, الضغط لما بيدخل في اللعبة القصة بتبقى شوية مختلف. فهو هيورينا دلوقتي لما يكون عندي الفلو محدد من فوق وتحت بأشكال مختلفة إيه اللي هيحصل؟ The case of a decreasing pressure or favorable pressure gradient in the flow direction. We will use this 2-to-1 flow contraction and watch the boundary layer along the flat side. The upstream boundary layer is rolling. Use this 2-to-1 flow contraction. And watch the boundary layer along the flat side. في boundary layer وكل حاجة بس الضغط. The upstream boundary layer is rolling slowly as it enters the contraction. After the contraction, the boundary layer is thinner. Note that the distance from the wall to the streamline downstream is about half what it is upstream, because the. تلاحظوا هنا طبعا الماس conservation of mass بيتحقق لما هنا الاريا بتقل السرعة بتزيد. لو تخيلت ان ده مستطيل. المستطيل هنا عرضه اللي هو السرعة يعني بتزيد. Two-dimensional flow contracts 2-to-1. In the contraction, the effect of the pressure gradient in the boundary layer is to enhance the already high shear stress or vorticity concentration very near the wall. It is as though a new boundary layer were being generated within the old. The combined profile at the exit is relatively thinner because there has been little time for growth of the new boundary layer by viscous diffusion. أنا هسكيب بقى الجزء ده كده نروح للحاجات المهمة أو الأهم يعني.
camera can show the stages in the transition of the boundary layer from a laminar run to a turbulent run. الفيديو بقى من هنا في جزء مهم جدا هو بيبين التربلنت فيلوسيتي بروفايل هو تربلنت غير منتظم ليس له شكل ثابت. طب امال احنا بنرسم الفيلوسيتي بروفايل شكل ثابت ليه؟ ده عباره عن افريج. هتشوفوا دلوقتي ازاي بيعمل افريجنج للفيلوسيتي بروفايل لما بيجي يرسم او يحسب التربلنت فيلوسيتي بروفايل. اللي فوق turbulent اللي تحت laminar. The boundary layer on the bottom side is laminar and two-dimensional. On the top side, the boundary layer has been tripped by a wire placed well upstream. The unsteady motions in the turbulent boundary layer are three-dimensional. Some of the motions are perpendicular to the plane of view. الشكل غير ثابت، تلاحظوا فوق كل شوية بحال، كل شوية بشكل مختلف. بص الشكل بتغير ازاي؟ فوق شكل غير منتظم كل شوية بحال. Superimposing a number of displacement lines enables us to obtain a mean velocity profile for the turbulent layer and the laminar layer, and at the same time gives an experimental notion as to where the fluctuations occur and how large they are in the plane of mean motion. In this photograph, we can compare mean laminar and turbulent profiles. Here is the laminar one. The turbulent one. And here they are superimposed. The velocity gradient normal to the plate is larger for the turbulent layer, and it therefore has a larger wall shear stress or drag. The circulation is the same for both layers. Both boundary layers therefore contain the same amount of vorticity per unit length of the plate. I think that is enough. يا ترى في حد عنده أي أسئلة في الفيديو؟ أيوه. هو ليه الجزء اللي فوق مش زي اللي تحت؟ اللي فوق كان turbulent flow واللي تحت laminar flow. هو ما بيحصلوش مع بعض فوق وتحت turbulent؟ لا. هو قدر ان هو يتحكم يخلي التربلنت في مكان واللامينر في نفس المكان فوق وتحت البليت وصورهم مع بعض عشان تقدر تشوف الفرق. تمام يا دكتور. اي هوب ان الفيديو ده يكون او كان مفيد. انتوا ايه رايكم فيه؟ هل يا ترى عمل اضافه بالنسبه your understanding lift and drag and the flow over inertial body in general؟ اضافه كبيره صغيره؟ ايه رايكم؟ استفدتوا منه كتير ولا نسبيا؟ ده فيدباك ليا انا شخصيا، يعني انا عايز اعرف. يا دكتور كويس يا دكتور. يعني اخليه الفيديو ده ما شالوش من السلايدز؟ مفيد. اوكي جريت. انا كنت قلت ان انا هعمل هيلبنج سيشن للبروجكتس وما ردتوش عليا يا احمد، فمش شرط يكون الاسبوع ده، ممكن يبقى الاسبوع الجاي. اي وقت محتاجين في المساعده هو هيبقى basically Q and A question and answer،
هتسأله وأنا هجاوب لأي حد سؤال، بس تحددوا ميعاد مناسب ليكوا و... و طب بنحدد الوقت مع حضرتك ازاي يا دكتور؟ زي ما بتكلموني كده عادي. طب يا دكتور لو حد عايز يحدد مع حضرتك ميعاد سيشن اونلاين او كده برضه ممكن. ممكن ده بتتفق معايا انا شخصيا، اقول له امتى الوقت اللي انا فاضي فيه، سواء في الكليه سواء في الاونلاين. الكليه انا معايا مواعيدي ثابته يوم الاربعاء من واحدة لثلاثة في المكتب، وممكن قبل كده بس برضو تتفق معاه بالتليفون. تمام شكرا دكتور. اوكي ويلكم، اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثة اللي جاي. باي 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 باي.